احنا واجهنا جائحة كورونا في وضع ونظام صحي تعبان، نعم، غير كافي للموجودين من مواطنينا، نعم، من الأمراض التقليدية العادية، فكيف لما تجي جائحة مثل جائحة كورونا التي أسقطت النظام البريطاني الصحي والإيطالي والإسباني، نعم. احنا بس نريد الناس شوية تفكر ويانا بهذا الموضوع. ترى والله المعاناة مو هينة، معاناة كبيرة احنا مرينا بها سواء على القطاع الخاص أو العام. يا أخي بس الإعلام المواطنين مالتنا بهذا التفكير الصحي، قسم من عندهم المتخلف، بس الإعلام يراد لوزارة، بس الإعلام الصحي، فإحنا معانين معاناة كبيرة. ثانيا هاي الجائحة من إجتي ترى المستشفيات العراقية كلها 44 ألف سرير العفو، هاي نفسها مع العام 85 وأنا سابقا قلت لك إياها، وكان العدد النفوذ إيش قد، ونصها ترى خارجة من الخدمة بسبب التصليح وسبب الدمار وسبب الكذا الأخرى. فإجوا الناس من المستشفيات شو يسوون؟ قام ياهل يجي عنده تبرع يتبرع، أول شيء المرجعية والعتبات المشرفة كلها بالحقيقة ساهموا. وش تسوي؟ خلي الناس نايمة بالشوارع؟ فهي المشكلة هي كبيرة، يجب أنه ندرسها. الشيء الآخر المهم ترى وزارة الصحة إمكانياتها ترى يعني أنا أقول لك إياها، يوم 25/2 2020 ترى وزارة الصحة ما عندها فلس تواجه به الجائحة، طلبوا موازنة طوارئ ما حد أعطاهم. احنا هذا الواقع لا نقول انه بس المدير العام يتحمل والمدير. ثانيا التنقلات السريعه، يعني هذا الكشف حضرتك قلت في بدايه الحلقه، انا اريد اذا تسمح لي انتقل، لانه حقيقه الوقت ضايقني، قلت انه هي مشكله فساد ومشكله نظام. اي نظام هو مشكلته شنو؟ النظام منظومه تتكون من امور كثيره، الهدر، سوء التخطيط، الفساد الى اخره من الامور كلها، الارهاب، الوضع العام.